بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الكونسيبت بتاع البيزكس اوف ذا الترا ساوند. الالترا ساوند او الساوند عامه ده عباره عن ميكانيكال ويف. الميكانيكال ويف دي بترافلز ان ستريت لاينز، وعلشان تترافل محتاجه ميديوم علشان تترافل ثرو ات. ودايما لما نيجي بنعبر على الويف بتاعت الساوند دي بتعبر عن حاجه اسمها اللينث اوف ذا كومبليت سايكل. يعني لو بصينا مثلا في المنظر ده هنلاقي ان السايكل اللي هي دي كومبليت سايكل دي بيسموها اللينث اوف الترا ساوند ويف. الفريكوانسي هو كام ويف بير 1 سكند. يعني في الاكزامبل هنا انا عندي 2 ويف بير سكند، فبيسموها 2 سايكل بير سكند او 2 هرتز. كل ما الفريكوانسي بتزيد طبيعي ان لما بنزود الفريكوانسي الويف لينث دي هتقل، لان النمبر اوف ذا سايكل بير سكند هيزيد. وكل ما زادت الفريكوانسي كل ما البنتريشن بتاع الساوند بقى اقل. وفي ديفرنت فريكوانسي في ديفرنت ساوند. ف الإنسان الطبيعي أو البني آدمين يعني بيسمعوا من 20 هرتز ل 20,000 هرتز. أقل من 20 هرتز اسمه إنفرا ساوند، ودولت بعض الحيوانات زي مثلا الفيلة بيقدروا يسمعوا الساوند اللي أقل من 20 هرتز، لكن البني آدم ما يقدرش يسمعها. وأكتر من 20,000 هرتز اسمه ألترا ساوند، واللي بيسمعها مثلا زي اللي هم الوطاويط. الالترا ساوند هو نفس، هو عباره عن ساوند نفس خصائصه اللي هو ميكانيكال لونجيتودينال ويف، بس الفريكوانسي بتاعته معديه 20,000 هرتز. ودايما الميديكال الترا ساوند بتتقاس بالميجا هرتز، يعني 2 مليون هرتز، ودايما تروح من 2 ميجا هرتز اب تو دلوقتي وصلنا ل 18 و20 ميجا هرتز. وزي ما قلنا قبل كده كل ما زادت الفريكوانسي كل ما الريزوليوشن بقى أحسن، لكن البنتريشن بقى أقل. في المحاضرة دي هنحاول نلخص الفيزيكس في 3 حاجات. حاجة اسمها أول حاجة البيزو إلكتريك إفكت، تاني حاجة الإيميجينج، تالت حاجة النوبولوجي أو الزراير بتاعة الماشين. بالنسبة للبيزو إلكتريك إفكت، هي إيه البيزو إلكتريك كريستال؟ البيزو إلكتريك كريستال ليها خاصية إن هي كريستالز لما يحصل لها لما تبقى stimulated by electrical activity بتإمت ساوند. ولما الساوند بيبقى هيتد باك للكريستالز ويحصل لها vibration هي بتإمت electrical activity. يعني electrical activity بتخلي الكريستالز بتبقى stimulated فبتإمت الترا ساوند، والساوند لما reflected ويهيت الكريستالز ده بيجنريت electrical activity. طيب الماشين عشان تطلع صورة محتاج تحسب حاجتين. أول حاجة اسمها راوند تريب تايم اوف ريتيرنينج ايكو، نمرة 2 الامبليتيود اوف ريتيرنينج ايكو. الراوند تريب تايم اللي هو بيحاول يشوف الديستانس من الاوبجكت ده من الاكزامينيشن بتاع البروب. يعني البروب ده على بعد قد ايه من الاوبجكت ده على بعد قد ايه من البروب. فهو بيحسبه ازاي؟ بيشوف التايم ايكوال ديستانس، يعني هو بيميت ساوند وبيحسب هو قد ايه ياخد وقت عشان الساوند ده يرجع، واكوردنج للتايم ده يقول هو الاوبجكت موجود في انهي مكان بالظبط. فلو فرضنا ان الاوبجكت بعد عن الاكزامينج بروب فهياخد وقت اطول علشان الساوند يروح ويرجع، فالاوبجكت هيظهر في مكان ابعد من السكرين. يبقى اول حاجه هو بيحدد مكان الاوبجكت منين من التايم ريتيرنينج او راوند تريب تايم للريتيرنينج ايكو. تاني حاجه الامبليتيود. الامبليتيود بتعتمد على الميديا اللي هي بيروح فيها او بيترابل فيها الالترا ساوند. احنا قلنا ان الساوند محتاجه ميديا عشان تترابل فيها. حاجتين ما بترفلكت الالترا ساوند ويف، البون والاير. الاثنين دولت الالترا ساوند ما بيقدرش يعدي فيهم بس بنسب مختلفه، لكن بيقدر يعدي كويس جدا في التيشو، والليكويد طبعا ما بيحصلوش اي ريفليكشن فبيعدي من غير اي ريفليكشن. فعشان كده لو في
اوبجكت بيرفلكت الساوند بقوه جدا زي البون والاير، الاوبجكت ده بيبقى حاجه اسمها هايبر ايكويك، يعني بينام منور في الشاشه. والحاجه اللي هي في الهايبر ايكويك غير البون والاير اي كبسول زي مثلا البريكارديوم، البلورا. ليه؟ لان هي بترفلكت الالترا ساوند كويس كتير قوي، فبيحصل لها تظهر المنظر اللي هي هايبر ايكويك. الفلويد مش بيحصل ريفليكشن للالترا ساوند، فبيعدي من غير ما يحصل ريفليكشن، بيبان هايبو ايكويك، او بيبان زي ان هو كانه حاجه سودة. فاي حاجه سودة جوه الكافيتي ده غالبا يا بلاد يا فلويد. الايز ايكويك زي المصل اللي هو بيعدي جزء ويرفليكت جزء، فده بيبقى شكله من المنظر اللي احنا شايفينه ده، ده بيسموه ايز ايكويك. طيب يبقى اول حاجه قلنا البيزو الكتريك افكت، تاني حاجه الايمجينج. ازاي الايمجينج بتبقى جنريتد؟ الايمجينج بتبقى جنريتد، عندنا نوعين من الايمجينج اللي احنا هنتكلم عليهم، حاجه اسمها البي او برايت مود، حاجه اسمها الام او الموشن مود. البي مود او برايت مود سيميلري، يعني سيمبلي ان انا عندي كذا بيزو الكتريك كريستلز بتحاول تقطع الاوبجكت في ديفرنت سيكشن وتجمع الصوره على بعضها. لو بصينا للمنظر ده، انا عندي الهارت هنا، عندي كذا نوع من انواع كذا بيزو الكتريكال كريستلز، كل واحده بتقطع الاوبجكت في حته وبعدين الصوره تتجمع على بعض. الكلام ده لما بيحصل من thousands of the crystals بتخلي الايمج ذا ريل تايم، بتخليها موفينج. فدي فكرة ازاي انا بشوف الاوبجكت متحرك، ان هو الالاف الكريستالز بتيميت، كل واحدة بتجنريت حتة من الصورة، فالصورة بتبان ان هي عندي مكتملة وفي نفس الوقت فيها موشن. النوع التاني من الصور اسمه ام مود. ام مود هو مختلف شوية عن البي مود، ان هو عبارة عن بناخد لونجيتيودنال سيكشن في الاوبجكت اللي انا عايز اكزامين، فكأني بقطع الاوبجكت في سنجل لاين بلين. ايه هذا؟ ايه اهميه الام مود؟ الام مود باهميته ان هو بيقدر يحسب كافيتيز ديستنس، زي مثلا فور اكزامبل لما باجي اقطع الليفت فينتريكل في الحته دي، فالليفت فينتريكل اقدر احسب منه قد ايه الدايمتر بتاعه عامل ازاي. اخر حاجه النوبولوجي او الزراير اللي موجوده في الماشين. النموذج ممكن نقسمها لكذا حاجة. أول حاجة سيكشن مسؤول عن البروب سيلكشن، يعني أنا هختار نوع البروب إيه اللي أنا هعمل بيه إكزامينيشن. تاني حاجة الدوبلر جروب، ده طبعا الجزء ده بيبقى أدفانسد، ما بيبقاش في البيزك ليفل بتاع كريتيكال كير ألترا ساوند زي كونتينيوس دوبلر والبولس دوبلر والكالر دوبلر. وفي حاجة اسمها الحاجة مسؤولة عن الـ image optimization زي الـ 2D gain والـ time gain compensation هنتكلم عنهم. وفي حاجة اسمها imaging processing برضو هنتكلم عن جزء منها زي الـ depth. وفي حاجة بنقدر نعمل منها calculations، وفي بنقدر حاجات نسجل بيها، وحاجة بنعمل documentation أو reporting، وآخر حاجة الكيبورد اللي هي بنقدر نكتب فيها الأجزاء اللي إحنا عايزين نكتب فيها اسم العيان أو حاجة على الصورة اللي إحنا بنكزامن فيها. أول حاجة البروب. البروب بتاعنا إيه أنواعه؟ إيه البوزيشن اللي بنعمل معاه الإكزامينيشن؟ وإيه الأورينتيشن بتاعه؟ البروب تلات أنواع من البروب بنستخدمهم في الكريتيكال كير ألتراساوند. أول حاجة الكيربي لينير بروب واللينير بروب والفيز أري أو الإيكو بروب. إيه الفروق بينهم؟ اول حاجه الفريكوانسي. الكيرفت بروب والفيزد اري بروب تقريبا نفس الفريكوانسي، اللي هم تقريبا من 2 ل 5 او 2 ل 4، لكن اللينير بروب الفريكوانسي بتاعته عاليه من 5 ل 12 وفي 15 دلوقتي. الفوت برينت يعني الجزء اللي طالع منه الالترا ساوند ويفز في الكيرفت واللينير كبير، لكن الايكو الفوت برينت بتاعته صغيره. الاجزر ريزوليوشن يعني هو الريزوليوشن بتاعته ايه. طبعا اللينير بروب علشان هو هاي فريكوانسي فالريزوليوشن بتاعته عاليه، لكن الكيرفد والفيز اري الريزوليوشن بتاعته افريج. لكن في نفس الوقت اللينير بروب عشان عنده هاي فريكوانسي البنتريشن قليل، علشان كده هو احنا بنعمل منه اكزامينيشن للسوبرفيشال ستراكشر زي الفاسكولار ستراكشر او اللنج.
لكن الحاجات اللي هي الفريكونسي بتاعتها قليله زي الفيزد اري او الكيرفت بروب، البنتريشن بتاعتها كبيره، فبنقدر نستخدم ديب ستراكشر زي الابدومن والايكو. طيب بنمسك البروب ازاي؟ بنمسك البروب زي مسكه القلم بالظبط، يعني كان احنا بنمسك قلم وبنكتب بيه. واهم حاجه واحنا بنعمل اكزامينيشن ان احنا بنحاول نخلي البالم اوف ذا هاند مريحه على الشيست بتاع البيشنت عشان ما يحصلناش فتيج واحنا بنعمل اكزامينيشن. يبقى احنا بنعمل اكزامين العيان بالمنظر ده. طيب بنإكزامن البوزيشن بتاعنا زي بالظبط الكلينيكال اكزامينيشن، احنا بنيجي نعمل كلينيكال اكزامينيشن بنإكزامن العيان على يمينه، وبنفس الوقت برضه واحنا بنيجي نعمل اكزامينيشن او بالايكو بنإكزامن العيان من على يمين العيان. نخلي بالنا ان دايما البروب في حاجه اسمها بروب اورينتيشن، الاورينتيشن بتاع اي بروب النوب بتاعته في حته في البروب كده تبقى يا اما بارزه يا اما بتبقى زي لمبه منوره دايما بندور عليها، يبقى ده بيسموه النوب بتاعتنا عشان ده اللي بيحدد بتاع الاورينتيشن بتاعي. طيب احنا عندنا بادي بلينز، ثلاثه بلينز، حاجه اسمها ساجيتال بلين يعني بقطع العيان بالطول، او كرونال بلين بقطعه برضه بالطول بس بربنديكولار على الساجيتال بلين، او ترانسفيرس بلين يعني بقطعه بالعرض. يبقى في ثلاثه بلينز بقدر اعمل بيهم او بحتاجهم وانا بعمل فيهم اكزامينيشن ليه بالالترا ساوند. طيب عشان نفهم البلينز دي وعلاقتها بالاورينتيشن بتاعه البروب لازم ناخد الاكزامبل ده. لو هتخيل ان البروب هنحطه بيربنديكولار على العيان، يعني ايه بيربنديكولار؟ يعني النوب بتاعتي متجهه ناحيه راس العيان، يبقى هنا انا قاطع العيان بالطول واخد فيه كانه الالترا ساوند واخد منه ساجيتال بلين. طيب ايه الاورينتيشن بتاعي عامل ازاي؟ هنا الصوره بتظهر لي بالمنظر ده، يمين العيان اللي هو الجزء المتجه ناحية الهيد، يبقى ده الصورة الناحية دي، يبقى دي الهيد اللي هي الشمال الصورة لأن هو متجه ناحية دي، يبقى ده هنا الشمال. دايما النوب بتاعتي هو الأورينتيشن بتاعي، لو بصينا هنا على النوب يبقى هو النوب هنا فين بيشاور على إيه؟ يبقى النوب هنا بيشاور على رأس العيان، وطبعا العكس اللي هو عكس النوب الناحية التانية يبقى الفوت. طيب والجزء اللي قدام ده، الجزء اللي قدام ده اللي لامس العيان من تحت اللي هو الانتيريور، والجزء اللي تحت خالص لو شايفين ده السباين ده البوستيريور، يبقى ده الاورينتيشن في الساجيتال بلين. طيب لو ترانسفيرس بلين، اتفقنا ترانسفيرس بلين انا بقطع العيان بالعرض، النوب بتاعتي دي مشاوره فين؟ مشاوره على يمين العيان. لو بصينا هنا النوب بتاعتي هنا مشاوره فين؟ يبقى هنا رايت، الناحيه الثانيه ديفينتلي هتبقى الليفت. ونفس الكلام الجزء اللي لامس العيان من فوق ده الانتيريور بارت، ومن تحت ده برضه السباين بس انا هقطعه بشكل مختلف عن الشكل اللي فات، فده البوستيريور بارت. فده يعني عشان بس يديني اورينتيشن وانا بحرك البروب سواء بيربنديكولار ولا ترانسفيرس انا بقطع العيان ازاي والاورينتيشن بتاع البروب بيبقى عامل ازاي. طيب تاني حاجه الجين، هو ايه الجين؟ الجين احنا عندنا نوعين من الجين، اول حاجه اسمها توتال جين وحاجه اسمها تايم جين كومبنسيشن. التوتال جين ده بيامبليفاي ريتيرنينج ايكو كله على بعضه، يعني الالترا ساوند اللي راجعه بيعمل لها امبليفيكيشن. التايم جين كومبنسيشن مختلف عن التوتال جين ان احنا بنحدد الاريا اللي انا عايز اعمل عنها بنزود عندها الجين على حسب مكان الصوره زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ازاي نظبط الجين؟ ايديالي الابروبريت جين اللي هو ما يكونش حاجة من اللي احنا شايفينها دي، هنا الجين هنا زايد شوية فلأن هنلاقي الصورة فاتحة قوي، وهنا مظلمة قوي، وهنا ما باينة باين، يعني الأسود باين أسود والتيشو باينة إن هي تيشو. عشان كده دايما احنا ال اسمه ايه ده ال دايما بنإجزامن العيان دايما في الديمد روم. ليه بنكزام في ديمد روم؟ عشان نقدر نظبط الجين ده. لو احنا عملنا اكزامينيشن في روم وفيها ضوء بنحاول نعلي الجين عشان احنا مش شايفين كويس، فلما نيجي نعمل ريكوردنج الصوره بتظهر لي ان الجين زياده بشويه. عشان كده دايما نكزامن الالترا ساوند في دايما الاضاءه تبقى ديمد شويه. طيب لو انا بس انا عندي جزء من الصوره عايز بس اخلي الريتيرنج ليجو اقوى شويه، لو بصينا هنا بالاورينتيشن ده، يعني ايه الاورينتيشن ده؟ الاورينتيشن ده يعني الجزء اللي هو
قريب من الصورة أنا مزود الريتيرنينج إيكو، وجزء البعيد من الصورة مقلل الريتيرنينج إيكو. يعني الحتة دي هتبقى برايت والحتة دي هتبقى ديمد. لكن لو عكست الزراير هتلاقي العكس، هتلاقي الحتة دي بقت ديمد لأن أنا قللت الريتيرنينج إيكو من النير باي وزودت الريتيرنينج إيكو من الفار باي أريا. طيب انا بظبطها ازاي؟ بظبطها على حسب الصوره. لو لقينا الحته دي هي اللي محتاجه تتزود فبزود الزرار ده، لكن لو لقينا الحته اللي بعيده هي اللي محتاجه متزود بزود الزراير اللي تحت. طيب الدبث، الدبث يعني بن قد ايه انا محتاج الصوره تبقى في الصوره اللي شايفها في حجم الشاشه على المونيتور. ايدلي الدبث انه يبقى ياخد تلات ارباع، ان الاوبجكت يبقى واخد تلتين الصوره، تلتين الشاشة، ما يبقاش لو ديبث فانا في جزء من الاستراكشر مش شايفه، وما يبقاش فيري هاي ديبث يبقى الاوبجكت صغير قوي ونص الشاشة فاضية. فايضا يبقى ظبط الديبث ان هو واخد تقريبا تلتين الشاشة وبقية التلت يبقى فاضي. الفوكس هي بوينتس تبقى موجودة على الجهاز هنا، وهدفها ايه؟ هدفها ان الالترا ساوند بيم لما بتطلع من البروب بتحصل لها دايفرجنت كده، فلما يحصل لها دايفرجنت الايكو ريتيرنينج ايكو بتاعها بيبقى ويك فما بشوفش كويس. الفوكس بتقول لي ايه؟ بتقول لي لما الالترا ساوند بيم تطلع لغايه البوينت دي ما تبقاش دايفرجنت، تبقى بيربنديكولر، ولما تبقى بيربنديكولر هتهيت الاوبجكت كويس فالريتيرنينج ايكو يطلع كويس فاقدر اشوف تفاصيل اكتر عند البوينت دي. فالفوكس بتقول للماشين لو سمحتي خلي الالترا ساوند بيم تطلع لغاية توصل للحتة دي من غير ما يحصل لها دايفيرج عشان ترجع كويس واقدر اشوف كويس الاوبجكت ده. فور اكزامبل لو انا عملت الفوكس في الحتة دي يبقى الالترا ساوند لغاية المنطقة دي هتبقى بيربنديكولار، بعد كده هتبقى دايفيرتد. لكن لو نزلتها تحت فانا بقدر اشوف تفاصيل احسن في عند المنطقة دي، لان هبقول الالترا ساوند بي بتفضل بالمنظر ده لغاية المنطقة دي. تاني حاجة، آخر حاجة هنقولها في حتة اللي هي adjustment، حاجة اسمها dynamic range. الدايناميك رينج هنستخدمه في اللونج ultrasound. فكرة الدايناميك رينج اللي هي contrast، لو أنا بظبط الدايناميك رينج بقليل يعني الرقم بتاعه قليل بخلي فيه contrast بين الأبيض والأسود. لو بصينا هنا على الدايناميك رينج هنلاقي إن الحاجات البيضة بيضة والحاجات السودة سودة، فده دايما دايناميك رينج بحدود مثلا 60 70. كل ما بزود الدايناميك رينج بالمنظر ده بلاقي الصوره بقت جراي، مبقاش فيه فرق بين الابيض والاسود. فزي ما هنشوف في اللونج الترا ساوند لما نيجي نظبط الدايناميك رينج هنقول لكم ان الدايناميك رينج واحنا بنظبط اللونج الترا ساوند نخليه بين 60 تو 70 عشان تبان الابيض ابيض والاسود اسود، ونقدر نشوف حاجه اسمها بي لاينز واي لاينز والحاجات دي كلها. اخر حاجه ان في زر اسمه فريز طبعا وسيف، ده مهم علشان نقدر نعمل ريبورتنج. هنا اتكلمنا على ثلاث حاجات، اتكلمنا على البيزو الكتريك كريستالز، اتكلمنا على ازاي الايمجينج بتبقى بروسيسد وبتطلع على الشاشه، واتكلمنا على النوبولوجي. ثانك يو.